اعتقد وانت بتصور في رمضان، اعتقد كان تعليقات الناس على السوشيال ميديا على دور الثروي في السري عفوا السري في رساله الامام، الدور اللي انت اديته ببراعه واقتدار، هنيجي على تفاصيله طبعا وهنيجي على الكواليس بتاعته، ولكن دور فكرنا بريحه زمان من النجوم الكبار اللي ادوا ادوار في اعمال تاريخيه واعمال دينيه كبيره، الفرسان يعني زي ما كنا بنسميهم دايما. أعتقد إشادة الناس بأدائك في دور السري، أعتقد ده كان ليه إحساس خاص عندك يعني وأنت كمان بتصور. ده حقيقي. هو طبعا هي خطوة عظيمة جدا، إنه لأن إحنا بقالنا سنوات طويلة جدا مفيش أعمال تاريخية. الناس كانت متشوقة جدا إن هي تشوف عمل تاريخي بالضخامة دي وبالجمال ده وبالحرفية دي، مع انه ظروفه كانت صعبه جدا في التصوير وفي الحاجات ومضغوطه هنتكلم فيها يعني اكيد. والحمد لله الجمهور علق، وفي ناس كمان علقت، وده كان شرف كبير جدا انه شبهوني مثلا بحد زي استاذنا العظيم عبد الله غيث مثلا. فالواحد يعني قد ايه الرجل ده علامه وعظيم أقول جدا. اقول لك انا شبهتك مثلا بمين؟ انت جد في ادائك حتى الصوتي والشخصيه بالفنان القدير غسان مطر مثلا. طبعا أساتذة كلهم، الصوت العريض أساتذة. الفخامة في الأداء، القوة في الأداء، حاجة عظيمة يعني. والحمد لله طبعا كل هم الأساتذة، وإحنا يعني من 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 نسل الأساتذة الكبار دول. ما تضايقش إن حد يقولك أنت أدائك روحك طلتك في الشخصية دي في السري في رسالة الإمام كان شبه أستاذ عبد الله غيث أو شبه غسان مطر أو شبه أحمد ماهر أو الأسماء الكبيرة دي؟ بالعكس، دي حاجة تسعدني جدا، لأنه إن أنا أتشبه بالأساتذة دول يبقى الحمد لله أنا وصلت ل يعني المستوى في الأداء خلاه يشوف ده، ما يشوفش أقل من كده، إنه يشوف حاجة عادية. طبعا كل واحد ليه البصمة بتاعته الخاصة طبعا، ولكن بيحصل طبعا بيحصل. طيب تعال نشوف كده الجزء، مشهد من مشاهد السري في رسالة الإمام، ونرجع نتكلم على شوية تفاصيل وشوية كواليس. يعني أكيد الأستاذ حمزة العيلي يعني أكيد مر بمواقف ومر حاجات كتير جدا في التصوير نتكلم عليها، بس نشوف الأول المشهد ده. إذن فقد استعانوا بالجروي. أنت لديهم صيد ثمين، والجروي يعرف من الناس في الفسطاط الكثير، ورجاله محترفون وقد بدأوا يسيرون في المدينة، ورأيت معه من يختفي الأثر، إنه أفضلهم على الإطلاق. وهؤلاء كما تعلم يصلون إلى غايتهم في اليابسة والماء. فلنحرق الجراوي ومن معه، أنت معك الكثير من الرجال. ربما كان يصح هذا قبل أيام، لكن اليوم قد جردت من مهام عديدة لا أضمن ولا أحد. سألتك النصيحة من قبل حتى صرت في موضعي هذا هاربا ذليلا، لكني لا أملك سوى أن أسألك إياها ثانية. ونصيحتي لم تتغير أيها المطلب، اختفي. وثق تماما أنني أريدك أن تبقى حيا كما تريد أنت. كن على تواصل معي يا سري. الجروي اسم على مسمى، والكلاب تشم روائح طرائدها قبل أن تدري، فاحذر.